بعدين اتطورت صارت 100,000 دينار. يقول والله شركة 100,000 دينار. هذه الندوة جاءت بالتعاون مع معهد الحوكمة الفلسطيني ومديرها الدكتور هشام عورتاني. عنوان الندوة حوكمة الشركات في فلسطين. دعونا فيها مدراء البنوك وبعض الشركات المساهمة حتى أنه نبين مفاهيم الحوكمة وأسسها والقواعد والمبادئ اللي أقيمت عليها الحوكمة. طبعا بناء على مؤتمر بازل اللي كان بال 1999 اللي من منظمة التعاون الاقتصادي الدولي، وهي المبادئ تم تعديلها بال 2004 و 2006. الآن احنا منطبق تم تطبيقها طبعا عنا بال 2005 بفلسطين، لكن ما كانتش ملائمة 100% للوضع الفلسطيني، نتيجة لوجوده تحت احتلال ونتيجة يعني بعض الخروقات، سواء طبعا اللي اساسها كانت من الاسرائيليين. اليوم تم عقد ندوه بالتعاون مع معهد الحوكمه الفلسطيني لعقد ندوه تحت عنوان حوكمه الشركات في فلسطين. تم التحضير لهذه الندوه لاول مره في الجامعه عندنا من قبل الطلاب وليس من قبل الجامعه والعلاقات العامه. بنتمنى انه يكون الكل استفاد من هذا الشيء من ضمن الاطارات اللامنهجيه اللي بتكون فيها جامعتنا والكليه لاطراء الطلاب واعطاء معلومات عن هذه بشكل عام عن الحوكمة وأهميتها ومدى أهميتها في فلسطين ومدى استفادة الطلاب منها.